في مسعى من وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة إلى تعزيز التواصل الداخلي والتعاون الوثيق بين عمال القطاع، يلتئم هذا الجمع في إطار هذه الورشة الاعتكافية الأولى من نوعها المنظمة في إطار رؤية إدماجية تسعى لبلوغ الأهداف الاستراتيجية المرسومة من طرف الوزارة. يندرج تنظيم ورشة العمل الاعتكافية الحالية في إطار نمط إداري تحفيزي يمزج بين تزويد رأس المال البشري بالمهارات اللازمة والأدوات الضرورية لتحقيق أداء نوعي ومثالي، وبين اعتماد رؤية تشاركية واضحة بشأن التخطيط والتنفيذ والإدارة والمتابعة والتقييم. ولا يساورني الشك في وعيكم لأهمية تحسن أداء قطاعكم الذي يعول على انخراط كل واحد منكم في المسار الإبداعي الذي نبدأه اليوم. الممثل والمقيم لصندوق برنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا السيد أنطونيو نوغورو رانو أعرب عن سعادته بحضور هذه الورشة، مهنئا الوزير على ما يبذل من جهد رفقة طواقم الوزارة للعمل معهم كشركاء لتسريع وتيرة عصرنة وتطوير الإدارة في موريتانيا، مشيرا إلى أن تطويرها وعصرنتها شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن جائحة كوفيد-19 التي ضربت العالم بأسره أظهرت ضرورة تطوير أداء الإدارة وفق أحدث المقاربات العالمية المعتمدة على تكنولوجيا الرقمنة. وخلال هذه الورشة سيتم إلقاء عدة عروض تتضمن تقديم أجندة التحول الرقمي.